ومتابعين اخبار الصباح ومرحب بضيفتنا لليوم مايا خوري، اخصائيه التغذيه ومسؤوله عن قسم التغذيه بمستشفى القديس جورجيوس الجامعي. صباح الخير مايا. صباح النور واهلا وسهلا فيك معنا باستوديو اخبار الصباح. يعني موعد سنوي نحن دائما باخبار الصباح عم نضوي عليه، هو يمكن اكيد الهدف الاساسي تبعه صحه المواطن. مضبوط صح؟ حطينا اكثر بهالاجواء. مستشفى الروم قررت من 10 سنين من وقت اللي كانوا عم يحتفلوا بعيدهم ال 125 انه يكونوا مستشفى بدون جدران، مشان هيك صاروا يحبوا انه هن يروحوا على عند المواطن بدل ما المواطن يجي لعندهم. بهذا النطاق عملوا حملات توعيه وشوي يعني استشفى ضمن المعقول بهالمحلات، يعني بلشوا بحسب ما بيسمح المطرح يعني. بلشوا بال 2003 اول مره عملناها بجنينه اليسوعيه، كثير اخذت يعني كثير اخذت مش شهره يعني الناس جاوبوا واجوا كثير، وكان في اجمالا يعني بيكون في مثلا عياده لفحص العيون، عياده لفحص التنفس، عياده لفحص السكري، للضغط، للقلب، بيجيب حكيم القلب الكتروكارديوغرام بيشوفوا شوي التغذية وما إليها، يعني شيء للنساء للرجال كمان هو للأنتيم يعني. نعم يعني مايا، قديش برأيك هالخطوة وبرأي المستشفى طبعا قدرت تخلي العالم تنتبه أكثر على صحتها وتروح تعمل الفحوصات اللازمة؟ هلأ هي قدرت بموجب التوعية، وقتها بيشوفوا حكيم يعني مختص عم بيقول لهم انه هاي معقولة هالشغلة اذا خليتوها معقول تأذيكم وهيك، وهي المستشفى عم تخليهم يقدروا يجوا يعملوا فحوصاتهم اللي لازمهم بعد هالفحوص بكتير حسم، يعني 30% بيدفعوا بس. بقى اللي شوي ما قادر هو يجي لحاله هاي بتشجعه. المستشفى منا مستشفى يعني صغير، هو مستشفى بتعرف جامعة كبير، جامعة كبير. بقى بيتشجع الشخص يجي اكثر. وعندنا كمان اذا صار المطرح قريب على بيته مع مظبوط مع هيك مثل انه سعر كثير مدروس لكلفه الفحوصات، اكيد بيصير الموضوع اهون، خاصه للناس يلي ما بيقدروا كثير يتنقلوا. هلا كل سنه بتعملوا لوكيشن معينه ولا كذا لوكيشن؟ لا لحديت هلا تقريبا كل سنه عملنا لوكيشن معاد. بس انا بدي اقول لك شيء عن قبل، في كمان نحن عندنا كوميونيتي هيلث كلينيك، يعني عياده عياده صحيه. صحيه هيدي للي ما عنده ابدا، ما عنده ضمان، ما عنده شيء، في يجي عليها ماشي بيدفع 10,000 ليفتح الدوسيه. وبصير كل فحص مع كل الحكمة المختصين بيدفع عليهم بس 5,000. بقى هي العالم ما بيعرفوا فيها، يعني هي العالم بصيروا يفضلوا ما يكون عندهم ضمان اذا هي بس الكلفه، لانه يلي عنده ضمان عم يدفع اكثر. اكيد حالات اجتماعيه اكيد استثنائيه ويمكن بتتقصوا عنا، يمكن بترجع بعدين حسب الوضع. كمان نعطي توعيه عليها، يعني اذا شفنا حدا مثلا جاي وبنشوفه عن جد عاوز يعني منه قادر بنساله، اذا ما عنده بنرشده على هاي الشغله اللي الناس ما بيعرفوا فيها. الحمله امتى هلا رح يعرفوا بعد المقابله؟ اكثر واكثر يعني كل سنه بيعرفوا اكثر. امتى حتبلشوا الجوله تبعكم؟ بلشنا السنه. بلشتوا؟ نحن عاده مش كل سنه، يعني كل سنتين ثلاثه كنا عم نعمل بمنطقه. السنه المستشفى لانه 135 صارت السنة عيدا 135، زدتوا عدد المناطق. ايه بس على يوم واحد، قبل كنا نعملهم على أربعة أيام ثلاثة أيام. أربعة أيام كانت بمطرح واحد، السنة بيوم واحد كذا كذا منطقة. السنة رح نغطي 11 منطقة. خلينا نقول المناطق هن الدكويني، تعنايل، كسبة، صربة، شوف، سور، برج حمود، ظهور الشوير، اهدن، مرج عيون، محمرش هيدا. محمرش وين بالبترون؟ بالبترون ولا انا بنت الشمال بستمع فيها حد اسيا تحت دوما يعني هلا دليل هون لجرود البترون هي الدليل. بدكم خبركم كيف بيطلعوا عليا كمان. هلا هي البطاقه الصحيه صح؟ تبع هالسنه وقتها بيجي الشخص بيتسجل، يعني بلاها ما في يرجع يجي على المستشفى يعمل الفحوصات، بيجي بيسجل اسمه، بحطوا له اي باي منطقه انشاف وبيضونوا عندهم اسمه. ومن وراها لازم يخليها معه تيرجع يجي على المستشفى يعمل الفحوصات اللي لاقوا لازم يعملها. نعم. هلا بس في تبع برج حمود وتبع زوق مكيل عملناهم،
بس السبت عاملين بالدكواني. نعم. طيب هوليك مرقوا ما فينا نقول للعالم يجوا علي. اوكي مايا قديش عم بيكون في متابعه من بعد هالنهار؟ يعني مثلا الناس يلي بتجي بتعمل فحص وبيطلع عندها مشكله معينه بتتابع بعدين مع المستشفى بتضلوا هيك مستمرين تعرفوا او تعالجوا؟ يعني نحن ما فينا نرجع نروح لعندهم نقول لهم تعال. لا اكيد لا بس بصير في كونتاكت ايه حول الوضع او وضعه لهيدا الشخص بالمستشفى. ما احنا مثلا نحن كاخصائي التغذيه بنفتح لهم فايل هوني، يعني اذا رجعوا اجوا عندنا كل شيء معلومات عنهم ومنكفي. وبفتكر اكيد نعم. الحكيم اذا عنده نعم. الالكترو رح يعطيه اياها ويقول له تاع يعني اكيد. وخلينا نقول انه البطاقه هي صالحه لنهايه شهر كانون الاول نهايه 2013 نعم. يعني ممكن اكيد الاشخاص يلي عملوا فحصهم هلا او بدهم يتابعوا تيحصلوا على هذا الخصم يلي كنت عم تتحدثي عنه مايا، معهم فتره تقريبا 5 أشهر هلا تا يطلع لهم هالحسم على الفحوصات اللي عم بيعملوها هلا. حتى يعني اذا حسوا الحكمه انه لازم يكفي وهيك ما راح يجوا يجوا يعطون سعر سعر العالي يعني. بكونوا شافوا الوضع وهيدا وعرفوا بكون صار حتى السويفي اخف مش بقى سري كثير يعني مش بقى. عندكم احصاءات عن عدد الاشخاص اللي عم بزوروكم كل سنه؟ هلا لحديت هلا مجموعهم كان 7200 مجموع هالعشر سنين يعني مجموع هالعشر سنين بس انعمل فيهم 5 حملات كانوا 7200. هلا هالسنه شفنا صرنا 640 ببرج حمود و620 بزوق مكايل. نعم. هلا الدكوان متوقعين نشوف اكثر لانه في عدد سكان نعم. اكثر نعم. عدد سكان أكتر. اكثر ويمكن في اشخاص ما بعرف صاروا من بقوله. سنه لسنه هن ما بعرف هيدا الشيء عاده بتشوفوا هيدا الشيء او لا؟ يعني اشخاص سنويا ما بعرف اذا بنشوفه لانه كل مره عم نكون يعني مره عملنا بعكار بشيخ طابا مره عملناها ب حتى بالمجمعات التجاريه عاده كنت ايه عملنا بالابسي مرتين يعني بال2005 وهديك السنه بال2012 بقى ما بعرف اذا هن زيتون الا اذا حدا مقرر يعني في منهم بيجوا على المستشفى بيقولوا لي امتى رح ترجعوا تعملوا بيكونوا ناطرين اذا بدكم. وبكل احوال الفحص يمكن برات المستشفى بيريح الشخص اكثر يعني اذا شخص مارق وشافكم بشي محل بيقول يلا خليني اقوي قلبي بيكونوا فايتين مثلا ناطرين حكيم بكلينيك بيقولوا شو عندكم انتم بيجوا لعنا لانه هي مفتوحه نحن كلنا بمحل ودايره مش دايرات كلينيكات حد بعض بقى بيقولوا طب انتم شو عاملين مثلا عم نحكي عن تغذيه يعني جاي بفحص قلبي بفحص الضغط مره بفحص السكري حتى الحكمة بيحاولون يعني إذا شافوا حدا معه سكري بقولوا له روح عند الأخصائية بتعطيك شوي هديك الكيوسك يلي هونيك ضغط بيحاولوه عند القلب يعني في مشاركة يعني في تعاون بين بعض نعم. الأطفال كمان عم بيجوا مع أهاليهم مع أو عادة عم بيكونوا مع أهاليهم وبيجوا اللي أكبر أدوليسان يعني 16-17 بيجوا لحالهم الأطفال أكيد مع أهاليهم مايا بدك تقولي شيء بس انه لا كيف بدنا نعرف وين رح بتكونوا اي ايام ووين؟ في موقع الكتروني رقم تليفون او شيء ممكن في موقع الكتروني تبع المستشفى www.stgeorgehospital.org هيدا في هلا اذا بتفتحوه دغري عم بحطوا هو هلا اللي بنعرفهم هن انه هل سبت عنا كل نهار بالدكواني اللي هو شو بيكون واقع فيه السبت 25 وين بالدكواني رح بتكونوا مايا؟ ب ماني عارفة تحديدا لأنه أنا بروح على الإلكتروني عنده كل الأجوبة قولوا لنا وبعدين عاملينها بالكورة ب 15 حزيران بكسبة بكسبة نعم. أهلا وسهلا فيك مايا خوري اختصاصية التغذية ومسؤولة عن قسم التغذية بمستشفى القديس جورجيوس الجامعي يعطيكم العافية عقبال كل سنة يعني إن شاء الله عدد الناس بيزيد ليعمل فحص بس بخف بعدد المشاكل يلي مصبوط مشاكلهم الصحية أهلا وسهلا فيك فاصل ومنتابع حلقتنا خليكم معنا